السلام عليكم ورحمة الله. حنلخص اجتماعيات ثالث متوسط، وصلنا صفحة 17 عناصر المناخ. هنا أكو تعليل يختلف تأثير عناصر المناخ من حيث الحرارة والأمطار والضغط الجوي والرياح بين أنحاء العراق. لهنا سؤال ينتهي التعليل. الجواب: من نظرا لتباين الظروف الطبيعية كالتضاريس والنبات الطبيعي وتأثير المسطحات المائية من فصل إلى آخر. لهنا ينتهي الجواب. السؤال هنا أيضا سؤال: متى يظهر تأثير عناصر المناخ بوضوح؟ يظهر خلال فصلي الصيف والشتاء، وهم الفصلان الرئيسان في العراق. أما خلال فصلي الربيع والخريف فهما فصلان انتقاليان لا تتجاوز مدتهما الشهرين في جميع أنحاء وطننا العراق. زين، هنا نقول ما هي عناصر المناخ؟ درجة الحرارة. ما هي عناصر المناخ؟ عندنا درجة الحرارة والضغط الجوي والرياح، هاي والأمطار، وها هي. زين، نجي على درجة الحرارة. درجة الحرارة، يلا ماما، يا الله، درجة الحرارة. هنا أول ما نجي علل، تعد درجة الحرارة من أهم عناصر المناخ. اثنين، شنو اثنين؟ الجواب: لتأثيرها المباشر على عناصر المناخ كالضغط الجوي والرياح والأمطار. هنا عندنا أيضا تعليل أو سؤال يقول لك: يمتاز المناخ في العراق بصفة المناخ القاري. يمتاز المناخ في العراق بصفة المناخ القاري. أقول له: وذلك لأن درجات الحرارة في العراق تتصف تباينها خلال الليل والنهار. هذا الجواب، هعيني. أي وجود فرق كبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار، يعني منها تتصف الحد والشتاء، هاي ضمن المناخ القاري. وهذه النقاط، ما هي صفات درجات الحرارة؟ هذني النقاط. نجي على الضغط الجوي والرياح. الضغط الجوي والرياح، الضغط الجوي والرياح، لحظة خلينا نشوف بعد أكو هنا. لا والله، قبل الضغط الجوي والرياح هنا من خلال النقاط أكو تعليل. أقول لك: تمتاز المنطقة الشمالية باعتدال درجات الحرارة. هذا الجواب: بسبب ارتفاع عن مستوى سطح البحار وغزارة أمطارها. هذا التعليل وهذا الجواب. يكون المدى الحراري اليومي كبيرا في المناطق الوسطى والجنوبية. الجواب: بسبب الجفاف وقلة سقوط الأمطار. تمام. زين، نجي على الضغط الجوي. الضغط الجوي والرياح نقول لك تحمل هذا علل تحمل الرياح معها الصفات المناخية التي تهب منها. الجواب: أقول لا، لأنها تهب الرياح في مناطق الضغط العالي إلى مناطق الضغط الواطئ. ما هي أنواع الرياح التي تهب على العراق وتأثيرها على الضغط الجوي؟ تتأثر أحوال الضغط الجوي والرياح في العراق بنظامين رئيسيين في فصل الصيف تتركز منطقة الضغط الواطئ في شبه القارة الهندية والخليج العربي، يقابلها ضغط مرتفع فوق هضبة الأناضول، وتكون الرياح السائدة، يعني هذا كله. زين، هنا نقول لك: تساعد الرياح السائدة الشمالية على تلطيف الجو،
تطيف حرارة الجو، الجواب لأنها قادمة من منطقة باردة. زين، هسه شنو بعد عندي؟ تمام، أي نجي على صفحة 20. هنا تعريف الشرقي. تعريف الشرقي هي رياح جنوبية شرقية قادمة من الخليج العربي، قادمة من الخليج العربي أو من شبه الجزيرة العربية، وهي غير مريحة بسبب رطوبتها العالية. تكون الرياح الشرقية غير مريحة. ليش تكون الرياح الشرقية غير مريحة؟ أقول له وذلك بسبب رطوبتها العالية. هذا العلل. أي تمام. هنا نقول لك شنو في فصل الشتاء، شلون تكون العراق يتأثر العراق بمنطقة الضغط الجوي فوق الخليج العربي. أقول له تهب على العراق خلال فصل الشتاء، وتهب عليها وتهب خلال هذا الفصل، وتميز، يعني نقول له نقاط هذا كله.